الله تعالى وبركاته معنا المدير التقني فريق او لنادي التحدي الرياضي القنيطري لكره القدم داخل القاعه. سي عادل، هذه بدايه الموسم، كيفاش تشوفوا انطلاقه ديال الموسم رقاص هاد الاطفال الصغار؟ السلام عليكم. الحمد لله اليوم انطلق الابواب مفتوحه ديال المدرسه ديال التحدي لكره القدم المصغره. كانت عندنا التجربه ديال الاعوام السابقه، كانت عندنا تجربه كبيره في العام اللي فات ان شاء الله، دازت متميزه. كان عندنا ولادات مزيانين، شاركنا في عده محافل، شاركنا في واحد الدوري اللي شاركوا فيه في اسبانيا. الحمد لله احنا الدور ديالنا هنا هو التقطير ديال الوليدات الصغار من ناحيه ديال الاحترام، كذلك اللعب الجماعي، وكذلك نحاول نعطيوهم القوانين ديال الفوتسال، بحكم ان الفوتسال ولا غادي بواحد الوتيره اللي هي مهمه مع الناخب الوطني سي هشام الدين، وكنشوفوا النتائج اللي هي كبيره ديال المنتخب الوطني المغربي، فلا سيما اننا حنا نحاولوا ما امكن اننا نوجدوا واحد الوليدات اللي يكونوا هما خلف خير سلف. داكشي علاش كنحاولوا نبداو من الفئات الصغرى ان شاء الله، باش يلاه يكونوا واجدين للمراحل الجايه، ولا سيما ان فريق التحدي عنده فريق في الشبان وفريق للكبار، لا سيما اننا نوصلوا واحد الوليدات من عندنا للفرق اللي عندنا الجايه ان شاء الله. واش كاينه رغبه ديال الاطفال الصغار انهم يلعبوا الفوتسال عوض الكرون فوت؟ صراحه كاينه رغبه كبيره، خصوص انه الفوتسال كيتلعب في القاعات مغطاه، كاينه رغبه ديال الاباء بزاف، لانه صراحه حتى الان الوليدات الصغار تيكونوا محميين هنايا، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كتتحمس الوليدات الصغار، كاين لعب جماعي، الوليدات تيقيسوا لابال بزاف، هذا هو الفرق اللي كاين بيننا وبين الكرون فوت. الوليدات تيبغيو يلعبوا هذا السيستم، هذا لو سيستم دو جو اللي تيكون صغير، كيقيسوا لابال بزاف، كيجريو بزاف، وانت كتعرف الوليدات الصغار هذا هو الحب ديالهم انه يقيس البالون بزاف. من بعد الانجازات اللي قدم المنتخب ديال الفوتسال بقياده هشام دقيق، واش تشوفوا ان الرغبه ديال الاطفال تزادت على اللي على قبل؟ اكيد انا الرغبه تزادت بزاف، لان كنشوفوا دابا الوليدات كلهم ولاو تيعرفوا اللعابه ديال المنتخب الوطني للفوتسال، ما كاينش دابا اللي ما تيعرفش اللعابه ديال المنتخب، ولاو كيتسناو حتى المباريات ديالهم ويتفرجوا فيهم، ما بقاش هذاك الحكر على 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 الكره ديال البي 11. ولات رغبه كبيره عند الوليدات الصغار انهم يجوزوا يمارسوا هذه اللعبه هذه، وتنتمنى والله انه يوفقنا ونوصلوا الوليدات الصغار للمراتب العليا ان شاء الله. شكرا سي عادل. مرحبا.